الحقيقة قيل الكثير عن دور منظمة المجتمع المدني خلال الثورات العربية وما سمي بالربيع العربي، دور أساسي سواء كان على مستوى المظاهرات في الشوارع، سواء كان عن طريق وسائل الاتصال الجماعي بتويتر بالفيسبوك. فطبعا هذا دور كان محوري لإسقاط الأنظمة الدكتاتورية وطبعا فتح الباب للانتقال الديمقراطي. السؤال الآن المطروح هو ما دور منظمة المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية التي تمر بها العديد من دول المنطقة، وتحديدا تونس، مصر، اليمن، ليبيا إلى آخره. هذا الدور عرفت الدول العربية المرة بانتقال ديمقراطي تطور كبير لمنظمة المجتمع المدني، هو تطور كمي بالدرجة الأولى. هناك يعني تطور عدد منظمة المجتمع المدني بتضاعف 3-4 مرات أحيانا في بعض الدول العربية. ثم هناك تطور نوعي، لأن المسائل المطروحة اليوم أمام منظمة المجتمع المدني مسائل لم نعهدها من قبل ولم يتم التطرق إليها من قبل منظمة المجتمع المدني، على أساس أنه لم يكن هناك مناخ يسمح بطرح هذه الأمور، أمور الشفافية، أمور الديمقراطية، الحريات، حرية الصحافة، حرية التعبير، حرية التجمع، حقوق المرأة، الحريات والحقوق. وطبعا وشاركوا بصفة محورية في كتابة الدستور وفي مراقبة الانتخابات وعديد من المراحل التي تمر بها البلدان العربية في المرحلة الانتقالية. لكن في نفس الوقت هناك العديد من أستطيع أن أقول من التحديات التي تعرفها منظمة المجتمع المدني اليوم في هذه الدول الانتقالية. من ضمن هذه التحديات تحديات خارجية مرتبطة بالمناخ العام وبالأوضاع السياسية والاجتماعية التي تعيشها هذه الدول، ثم أيضا تحديات اللي هي داخلية ذاتية لمنظمة المجتمع المدني. بعجالة التحديات الخارجية مرتبطة أول شيء بالقوانين المنظمة لعمل منظمة المجتمع المدني. هناك قوانين مشحفة ومقيدة كثيرا لعمل منظمة المجتمع المدني حتى بعد الثورات العربية، بل شاهدنا في بعض الدول زي مصر وليبيا هناك تشدد والمزيد من القيود المفروضة على عمل منظمة المجتمع المدني، وهذا بالطبع يؤثر كثيرا، خاصة مسألة التمويل الخارجي، خاصة مسألة بعث الجمعيات وإنشائها وتسجيلها إلى آخره. وحرية التجمع أيضا في مصر أصبحت يعني مقيدة ببعض القوانين المتعلقة بحرية التجمع. ثم أيضا هناك بعض التحديات الأخرى المرتبطة بالانقسام الذي يعرفه منظمة المجتمع المدني. مع الأسف الشديد لما جاء الوقت لإطاحة الأنظمة كان هناك تجمع وتوحد لجميع القوى الحية في البلاد لإسقاط الأنظمة الدكتاتورية. الآن ما نشاهده وما شاهدناه خلال 2013-2012 هو انقسام كبير كبير جدا بين منظمة المجتمع المدني، انقسام أستطيع أن أقول إيديولوجي سياسي بين العلمانيين الذين ينادون بدولة مدنية وبين الإسلاميين والسلفيين الذين ينادون بدولة ثيوقراطية ودولة تكون لها الشريعة الإسلامية كركيزة للتشريع. هناك أيضا انقسامات متعلقة بالقبلية، متعلقة أيضا بالفئوية، بالمسائل العرقية والانتماءات القبلية في وحتى المناطق في بعض الدول العربية، وهذه أيضا يجب أن نعترف به. أعتقد أن التحدي الكبير هو أول شيء الاعتراف من قبل منظمة المجتمع المدني بالتعددية وبالتنوع داخل المجتمع المدني. ليس هناك مجتمع مدني واحد، هناك مجتمع مدني مكون من قوى وتيارات
وتجمعات تختلف أجنداتها وتختلف رؤاها وتختلف وجهة نظرها. وأعتقد أنه من مطالب يعني من عوامل النجاح الفترة المقبلة هو التسامح وقبول الآخر وفتح النقاش مع الآخرين وقبول التعددية والاختلاف في حتى على مستوى منظمات المجتمع المدني الذي أصبح أيضا نوعا ما منقسم وعلى طرفي نقيض في عديد الأشياء. هناك طبعا تحديات مرتبطة بالتمويل الخارجي وما يسمى الأجندات الخارجية. أعتقد أن المجتمع المدني العربي بحاجة إلى التمويل الأجنبي لأنه يجب أن يبني قدراته، يجب أن يكون على درجة كبيرة من الحرفية، يجب أن يضع استراتيجيات ورؤى لدعم الديمقراطية في هذه المرحلة الأساسية، يجب أن يتزود بالآليات لكي يصبح قادرا على متابعة الانتخابات، على متابعة أيضا على لعب دور ما يسمى القيادة المضادة، السلطة المضادة، لأن دور المجتمع المدني هو مراقبة مدى التزام الحكومات والأحزاب السياسية وجميع القوى الحية في المنطقة العربية بارتباطها بحقوق الإنسان، بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها هذه الدول، وطبعا إدماجها في المؤسسات والقوانين التي سيقع وضعها، بما ذلك وعلى رأسها طبعا ما يسمى الدساتير العربي. وأعتقد أنه منظمة المجتمع المدني لعبت دور كبير. آخر نقطة ربما مهمة ولا ننسى ذكرها هي أنه أيضا هناك تحديات داخلية. منظمة المجتمع المدني استطاعت أن تكون حية على الميدان واستطاعت أن تتظاهر وأن تشنج وتحشد المواطنين وأن توعيهم بحقوقهم، ولكن متطلبات المرحلة الانتقالية هي أكثر من ذلك بكثير. نحن الآن نريد أن تلعب منظمة المجتمع المدني دور القوة المقترحة، قوة اقتراح، قوة طرح البدائل، قوة طرح الحلول، قوة الضغط على الحكومات للالتزام بما متطلبات الثورة، وطبعا أن تكون قادرا على ما يسمى اللوبينج والنقاش والتأثير على اتخاذ القرار. يجب أيضا أن تكون قادرة على تجميع القوى وبناء ما يسمى التحالفات وبناء الشبكات، لأنه التشتت الذي نعرفه اليوم لا يخدم مرحلة الانتقال الديمقراطي. فضرورة الائتلاف، ضرورة الاجتماع، ضرورة التنسيق والترابط وبناء التحالفات على المستوى الوطني وما بين الدول العربية على المستوى الإقليمي نقطة مهمة جدا. فلذلك هناك العديد من المتطلبات لكي تستطيع منظمات المجتمع المدني وخاصة الشبابية والفتية منها أن تكون لها الدور المؤثر والدور المؤثر على اتخاذ القرار، وتكون لها دور أساسي لمصاحبة ومرافقة الفترة الانتقالية إلى بر الأمان وإلى مجتمع ديمقراطي بكامل معاييره الدولية.